النادي ديال التربيه المواطنه حقوق الانسان بشراكه مع مركز الجهوي لتحقن الدم بحمله ديال التبرع. والحقيقه اللي كنهدفوا منها وهو اننا نحاولوا نساعدوا المركز في اطار اعطاء الدم للناس اللي كتوقع لهم حوادث ديال السير، ثم كذلك المستعجلات اللي كيجيوهم وافدين عليهم المرضى. العدد المشاركين اللي غادي يستافدوا ان شاء الله هو 20 تلميذ وتلميذه كلهم من ثانوية النزور. بهذه المناسبه كنشكروا السيد المدير الجهوي للصحه والمندوبه الجهويه للصحه، ثم رئيس المركز السي كثيري على المجهودات اللي كيقوموا بها. وهذه النسخه الثالثه كنقوموا بها مع المركز من اجل اننا نساعدوا الناس اللي كتوقع من حوادث السير. وخدنا واحد الشعار وهو لا للحوادث السير نعم لحياتنا، وهذه المجهودات اللي كيقوموا بها هي مجهودات بسيطه جدا للنادي التربيه على المواطنه وحقوق الانسان بمناسبه اليوم العالمي لحقوق الانسان المصادف اليوم 10 ذو جميل من هذه السنه هذه. كنساهم في هذه الحمله ديال التبرع بالدم، وكان اللي كتساهم في انقاذ مجموعه من الناس اللي كيقوموا بحوادث السير واشخاص اخرين اللي كيحتاجوا لهذا الدم. وكندعي كل واحد انه يساهم في هذه الحمله هذه، حيث ان كل واحد كيساهم في انقاذ 3 اشخاص اخرين. كنشكر المركز اللي نظم لنا هذه الحمله التبرعيه للدم ديال اللي تبرع بالدم، وكنشكر السيد بونواره. وكان يعني هذه الحمله كتستافد منها اشخاص بالنسبه لنا كتجي هي حاجه عادي ان تبرع بالدم، ولكن غتقدر تنقذ انسان اخر اللي يقدر نقدروا اي واحد يتحط في هذا الموقف انه يخصو الدم، يعني مزيانه. وكننصح الناس كامل يتبرعوا بالدم وينقذوا ارواح اشخاص اخرين. وبالنسبه للحوادث الالكترونيات بزاف هذا الوقيته بالضبط، يعني شي حاجه مبادره زوينه ان نتبرعوا بهم وخنساعدهم بشي حاجه بسيطه اللي غادي تقدر تكون بالنسبه لنا حاجه بسيطه، ولكن بالنسبه لهم ما غتعني لهم كثير اللي غادي تقدر نقدروه. اول مره نتبرع الدم فسميتو، وتنتمنى الدم هذا يوصل للناس اللي محتاجينه والحوادث السير. وتنشكر اللجنه اللي جات زارتنا اليوم على اساس تاخذ الدم ديالنا اللي مجموعه من الناس محتاجينه. وكنصح جميع الناس انهم يتبرعوا بالدم، حيت كنشوفوا خوتنا كيموتوا بسبب حوادث السير وما تيكون عندهم نقص في هذه الماده الحيويه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم، وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.